الترجي لو عايزين ماشي يعني خد انت تشكيل الترجي خد الترجي معايا والكابتن شريف الاهلي والكابتن حشيش يعلق لنا على تمام قبل بس الموضوع انا يعني مع احترامي الكامل للنواحي الفنيه والتشكيل والكلام ده كله المباراه سيناريو المباراه هو اللي هيفرض نفسه يا كابتن حماد برافو عليك يعني انا هنزل ضاغط انا هنزل زون نص ملعب انا هلعب من التلت انا هبدا اضغط كذا انا هلاعب فلان انا لازم اتسغل السرعات سيناريو المباراه هو اللي هيفرض نفسه وهيخلي الناس تلعب نتيجه على السيناريو على الجميع لا قدر الله جون هنا ولا هنا هيغير الحسابات تماما كل مدرب هيبتدي يغير يعني مش معقول الترجي يجي فيه جون في البدايه واخد بالك وهيلعب بحرص حشيش عايز يولعها نار يعني لا انا عايز اقول لك كلامه صح انا عايز اقول لك ان هو السيناريو بتاع المباراه والبدايات هي اللي هتحكم المدربين على الطريقه والاسلوب حتى بعد كده في التغييرات يعني في الشوط الثاني برضو نتيجه المباراه في الشوط الاول وسير المباراه هو اللي هيحكم لا بس هو في نروح لتونس تاني بعد اذنك طيب بعد اذنك عشان بس المكالمات مهمه الاستاذ حسام هيكل مفادنا الى المباراه في رادس بصحبه الزميل احمد السيد رصد لنا اهم ما جاء في الصحف والمواقع قراءه سريعه جدا يا ترى كيف تتعامل الصحف لانه هيتوقف عليها اللي بيقوله الكابتن شريف والكابتن حشيش والكابتن حماده وانا معاهم في موضوع الشحن ومدى تاثير ذلك من الناحيه الاعلاميه تفضل